de Pentatonix, un throwback intitulé 90s Dance Medley. Mais Génération Digitale, Mouche Musique Digitale, Kahou. Génération Digitale, c'est l'actualité digitale au rendez-vous à son instant chaque dimanche avec notre ami Sami Ben Mansour. Et nous allons parler sur le système éducatif finlandais, l'instant digital. L'instant digital. Sami, bonjour. Ahla Enis. Ça va, Sami? Très bien, oui, ça va. Oui, oui, alhamdoulilah, la baisse. Donc, Sami, aujourd'hui, je vais vous parler sur le système éducatif finlandais ou je vais vous parler de ce qui est en Tunis. Chose proche de l'autre. Je ne vais pas parler vraiment, Enis. Oui. En fait, je vais vous parler un peu sur le manzouma ta'limaya en Tunis. ونحاولوا نقترحوا معناتها شنو اللي موجود توا في العالم خاطر مهم انا نكونوا منفتحين على الموجود في العالم دونك اون فيت انا كنت نحكي على ديجيتال كي العاده يا اخي جمعه هذيا جي ان ديسكوشن افيك اون امي صديقه عندها ولدها يقرا في معناتها مكتب خاص قالت لي يقعد يقرا حتى العشره نتاع الليل في الدار يقعد في الدروس نتاعو وابار لي يقرا دروس خصوصيه فهمتني يا اخي قالت لي خاطر نحب نطلعوا النيفو نتاعو قوي فهمتني؟ انا هكا سما انسبيري قلت علاش معناتها واحد يقرا الكميه هذه الكل فهمتني؟ واسكو بالحق النيفو قوي فهمتني؟ في الاخر انا احنا كي نعملوا شويه هكا دياجنوستيك شنو اللي صاير في تونس عندنا شنو اللي لاحظوا هذا معناتها هذا العباد الكل اللي لاحظوه اللي هما لي بارون الاولياء مهووسين بالقرايه نتاع اولادهم في تونس هم سون اوبسيدي بالقرايه معناتها القرايه السوجي يرجع ديما في الديسكسيون دي بارون صحيح كل يوم تلقى حتى الاولياء يستناو اولادهم في المكتب يسون انكي هكا وديما يسالوا مع المعلمين يحكيو كي يقربوا لي زيكزامان ولا السومين بلوكي تلقى لي بارون ستريسي وهما يحطوا ضغط لرواحهم ويزيدوا الضغط هذاك يحطوه على اولادهم حاجه معناتها مش باهيه فهمتني وفما زاد في تونس عندنا لو كول دو لا بيرفورمانس معناتها نحبوا نخلطوا النتائج بكل طريقه ونحبوا معناتها في الاخر نحبوا اولادنا يكونوا عندهم احسن موين مي احسن موين مش معناتها عندك احسن خدمه ولا تكون فرحان في الدنيا فهمتني الوغ كي نجيو نشوفوا السيستيم نتاعنا في تونس التعليمي هو راهو ما تبدلش ياسر فهمتني؟ كي نفكر انا كنت نقرا في الليسي في الثمانينات واليوم هو بيدو سان سيستيم معناتها اليتيست نخبوي فهمتني؟ معناتها يخرجوا شويه باهين اونتر كيمي لي بيرفورمانس نتاعهم عاليين وسان سيستيم يقصي برشا يخرج برشا عباد من السيستيم داكوردو دونك تبقى شويه معناتها ديزيليف عندهم موينات باهين والفورماسيون نتاعهم on va dire aller relativement bien formé خاطر مش كي تلقى مش معناتها خاطر عندهم موينات باهين معناتها الفورماسيون نتاعهم باهي وبرشا عندهم نيفو متوسط وبرشا زاده يقصيهم السيستيم يقصيهم بكري ياسر الوغ ناخذ شويه احصائيات فما اكثر من 100,000 تلميذ اعمار ما بين 13 و 17 سنه من البريمير حتى للسكوندير يخرجوا كل عام من المنظومه التعليميه التونسيه. الوغ في عام 1985 كانوا 26,000 في عام 1995 كانوا 57,000 واليوم اكثر من 100,000 بشويه معناتها فما تدهور معناتها السيستيم ماشي ويقصي في التلامذه. الوغ فما ايتيود صارت قام بها جامعي تونسي اسمه خالد بورجو الوغ موجود على الانترنت ايتيود اون 2016 قال لك الاسباب اكثر الاسباب نتاع الاولاد اللي يخرجوا معناتها لي زيليف اللي يخرجوا من السيستيم سكولير هما قله الاحاطه قله التاثير معناتها من ولا فما ديفيسيت ولا مونك دونكادرمون نتاع الاساتذه والمعلمين ولا ديموتيفاسيون داكوردو نتاع لي زيليف صب 71% من لي زيليف اللي يخرجوا من السيستيم ايديوكاتيف يخرجوا من المكتب على خاطر هم ساتيسفي بالمعلمين وديموتيفي مش موتيفي الوغ 54% من هال 100,000 معناتها 54,000 يخرجوا وما عندهمش ثقافه علميه ولا حتى تكوين مهني داكوردو معناتها هذا الشيء يوري للمنظومه التعليميه نتاعنا في تونس فشل ذريع هذا بالارقام فهمتني
السيستيم ادوكاتيف ما الى با فريمون ايفولوي من العوام 80 الوغ نعرفوه الكل وعرفناه الكل سي سيستيم باركوريست معناتها لازمك تحفظ وترجع اللي قالوه لك الوغ الي فيرتيكال دونك عمودي معناتها المعلم يهبط لك العلم اونتر غيمي معناتها من الفوق وانت لازمك تستوعب هذاك ما عندكش مارج معناتها ما تتناقش ياسر ما تعطيش رايك الوغ السيستيم هذايا يهمش العلوم الإنسانية معناتها فلسفة عربية فرنساوية لغات خاطر لي كويفيسيون ديما حاطوهم دي كويفيسيون عاليين في لي ماتيير سيانتيفيك دونك لي زيليف يعملوا كالكول يقولوا نخدموا لي ماتيير سيانتيفيك نخدموا ماتيير باهين وما يهمنيش في اللغات وفي لي زيومانيتي دونك وفي السيستيم التونسي شنو معناتها أحسن تلميذ هو اللي عنده أحسن موان هذا في سيستيم داكوردو alors بعد ما شفنا شويه السيستم التونسي نجيو الفنلندي باه فما كلاسمون في العالم يقيس لي زاكي نتاع الكليم داكوردو يخلطوا عمرهم حتى 15 سنه اسمه الكلاسمون دو بيزا داكوردو اللي فيه 76 بلاد المغرب في الكلاسمون وتونس ماهيش في الكلاسمون تونس ماهيش سي با بارتي دو تو دو كلاسمون مش داخله فيه بالكل مش موجوده ها مش موجوده بالكل الوغ الكلاسمون بيزا زي كل 3 سنين يخرج والبلدان معناتها وزارات التعليم يخرجوا له مليح الكلاسمون باش يشوفوا نتائج نتاع المنظومه التعليميه ولا نتاع السياسات التعليميه اسكو نتائج نتاعها ناجعه ولا لا الوغ الكلاسمون تاع بيزا زي شي يقيس البرفورمانس في الرياضيات في العلوم وفي الليكتور القراءه داكورتو الوغ من 20 سنه التالي الفنلندي ديما تجي في البلايص الاولانيين في الكلاسمون هذا الوغ على شنو قائم السيستيم في الفنلند على من ناحيه ليبانويسمون نتاع لي زيليف يبداو فرحانين فرحانين ومن ناحيه على النجاح البرفورمانس هذا شو يوري معناتها يوري انا نجمو نخلطو للبرفورمانس ويكونوا تلامذة إبانوين فرحانين كيفاش ومفرهدين فهمتني ولا كيفاش معناتها كونتريرمون اللي يدير عندنا في تونس البرفورمانس هي الكل تفهم فيا اوكي انت يقرا برشا محرث هذاك اش عندنا في تونس اي محرث وماهوش يدير نيفو نتاعو عالي مش موجود بالكل حتى في الكلاسمون تاع بيزا اوكي الوغ لازم نفهم مليح ان السيستم معناتها كل منظومه راهي قائمه من الاول على قيم دي فالور اوكي الوغ القيم الكبيره في المنظومه نتاع الفالونت انه لومان الي او سونتر دو سيستم معناتها الشخص الانسان ليليف هو في وسط السيستم معناتها السيستم الكل مجعول كل شيء مبني على لومان يعني مبني على لومان يعطيك الصحه مجعول باش يحسن لومان ويخلي لومان يكون ايباني هذه القيمة الأولى، القيمة الثانية هي المساواة ما بين العباد الكل، هذا السيستم في الفنلند وتنشوفوه يقول لك لازم العباد الكل ياخذوا تكوين يكون عنده جودة كبيرة، تفهم فيا؟ ونفس النوع نتاع التكوين ما فماش ديزينيغاليتي، داكوردو؟ ألوغ القيمة الأخرى هي المجانية. ألوغ مش مجانية المكتبة كهو كيف عندنا احنا. ألوغ المكتب بلاش، الكونتين بلاش، الكتب بلاش. وحتى ترانسبور بليس اوكي وفي كل مكتب في الفنلند تلقى فما طبيب تلقى فما اسيستون سوسيال تلقى بسيكولوج احنا هنا نحكيو على المدارس العموميه اتونسيون مش البريفي مش البريفي اللي عندنا صح احنا زاد هكا فوالا دونك احنا في تونس نخلصوا باش ناخذ الحاجات هذوما راك هما عندهم غراتويتمون الدوله تخلص وحتى كي نخلصوا ما نلقاوهمش سميرة جوستومون يعطيك صحه حتى هذيك المعضله معناتها فما عباد يخلصوا في ملايين كل عام على اولادهم باش يقراوا وما يخلطوش مستوى معناتها الجوده نتاع التعليم معناتها لي ستاندار نتاع التعليم. الوغ شفنا المبادئ فما توا شفنا القيم توا فما لي برانسيب المبادئ. فما مبادئ مهمين ياسر في المنظومه التعليميه في الفنلند المبدا الاول انهم لي زونسينيون يسون اوتونوم معناتها عندهم حريه كبيره باش يقريو. مش كيف نحن هنا شنو مطلوب بالونسينيون انه يعبي مخ التلميذ بالبرنامج. وتلقى لونسينيون الهم الوحيد نتاعو من اول العام انه يكمل البرنامج ويفرح كي يكمل البرنامج تفهم فيا؟ فوالا هنا لونسينيون اوتونوم عنده حريه كبيره يخرج حتى من البرنامج كان يحب فهمتني؟ والمبدا الاخر انه لونسينيومون اللي لوديك معناتها علموا الصغار وهم يلعبون خاطر احسن طريقه باش الصغار يفهموا انهم يلعبوا اوكي؟
وهذا زاد معناتها لونسينمون اللي يديك نلقاه زاد في الفورماسيون اوز ادولت معناتها قد ما انا جو سوي فورماتور اون فورم لي ادولت دو مانيير لوديك نعملهم دي جو دي اكتيفيتي احسن طريقه باش يتعلموا ذا كوردو باه باش نقلت حاجات شوكونت شويه بالنسبه لتونس ها شد روحك يونيس الوغ لي كور في البريمير في الفالاند من 9 تاع الصباح الماضي الساعه من 9 سيونس يونيك سيونس يونيك كل يوم اوكي فهمتني دونك الفالاند يقريوا 677 ساعة في العام وفي فرنسا 900 ساعة اللي هو سيستم خير من احنا انتوكا فهمتني معناتها ما يقراوش برش معناتها هذا يفند معناتها الاعتقاد ان قد ما تقرا كونتيتي قد ما تكون خير هذا هما العباد مش قاعدين يقراوا انتر جيمي شتر نهار يقراوا اوكي الوغ في البريمير معناتها 6 7 8 سنين هما يبداو 7 سنين على فكره معناتها خاطر يقول لك لازم ليليف يقعد حتى 7 سنين يبدا الانفون يقعد يتفرهد ويشيخ ويلعب فهمت ما يبدا كان 7 سنين احنا يدخلوه ال 4 سنين يبداو ولا احنا يدخلوه بكري احنا ريد نقول لك قد ما دخلوا بكري 5 سنين يطلع نابغه فهمتني وسكي وكل شيء باه خاطر اللعب مهم ياسر في العيشه نتاع الصغار بور لوغ ديفلوبمون بور لوغ ايبانيسمون على قصد عندك انيس كي يدخلوا الاولاد في البريمير 7 سنين 8 سنين اول حاجه عملوها يتفرجوا في الاخبار بوندون 10 مينوت يحطوا لهم اكران جيون ويتفرجوا في الاخبار شنو صار في العالم فهمتني هذا من عمره 7 سنين مش هكاك يكون عنده اي في معناتها ايقاظ يقظ شنو صار في العالم وعنده يكونوا له الثقافه العامه من اللي هو صغير اردو باه توا شد عندك حاجه اخرى شوكونت في الفالوند كل ساعه قرايه فما بوز ربع ساعه بوز ربع ساعه معناتها تقرا ساعه ترتاح ربع ساعه فما 75 دقيقه بوز كل يوم ديما يلعبوا الفرق صغار ديما في الكور وما يلعبوا فهمتني هي حاجه هذه تصورها تصدم برشا دي بارون برشا مكونين في تونس الوغ في الفالوند ما فماش امتحانات قبل عمر 16 سنه امتحانات افهميش بالكل ما فما حتى امتحان قبل عمر 16 سنه كستريس يعني ديرو اكزامان ما فماش خاطر السيستيم تاعهم مش بازي على l'évaluation des connaissances il est basé sur la validation des connaissances des compétences mouch kif kif معناتها مش قداش تعرف اما شنو هي الطريقه معناتها من ناحيه الكيفيه الكيف قداش عندك مهارات مش قداش عندك ستوك نتاع علم انتر ديومي في مخك برضو ما عندهمش قرايه في الدار تري بو دوفوار الوغ علاش شكيك يرتاحوا كي راح دار يرتاح ويعمل زاد انشطه رياضيه وثقافيه اللي هما مهمين ياسر للتوازن والديفلوبمون تاع الصغير. داكوردو باه بيان سور ما فيش ايتود هالسيستيم هذا يا با دو كور بارتيكولي علاش خاطر في كل مكتب في الفالوند فما استاذ مختص يسميوها انسيون سبيسياليزي وقت اللي التلميذ عنده ديفيكولتي في ماتيير ما فهمش ولا حاجه يتبعوا عام كامل لين يشوف شنو المشكله وينجم يصلح له وي بليش هذا سي غراتوي الوغ ما فماش ريلاسيون فيرتيكال معناتها مش كيف نحن لازمك تسمع المعلم وتسكت وكان تهز صبعك وتناقش تولي انت ما تفهمش لا بالعكس يشجعوا لي زيليف باش يكونوا اكتيف هما يلوجوا على المعلومه ولونسيون يتبعهم لي زاكومباني كوم ان كوتش كي كوتش اوكي البيداغوجي نتاعهم هذا شوكونت ياسر انيس بالنسبه لنا احنا في تونس ما فماش دي ماتير ما فماش مواد ما فماش مات وواحد وشيانس وفيزيك واستوار وجيو ما فماش فما السيستيم اللي خلقوا لي صالون دي لوسون دروس فيهم في وسط الدرس هو بيدو تقرا كل شيء برشا دي بوكو ديسيبلين تقرا لي لونغ تقرا المات تقرا استوار تقرا جيو بار اكزومبل يعملوا لهم كور على البريكسيت فروخ صغار يعملوا كور على البريكسيت يعني دخلوا الايكونومي في التاريخ ولا في كل شيء ما بعرف يعطيك صحه انت عمره 10 سنين تعمل له كور على البريكسيت يعطيك صحه دخلوا كور في شويه ايكونومي انت الاستاذ لازم يكون بوليفالون زاد فوالا في شويه تاريخ في جغرافيا نتاع الجراند بريتان في اللغه الانجليزيه باش يقراوا الانجليزي في وسط البريكسيت في شويه مات فهمتني دونك يقراوا يتعرفوا على البريكسيت ويدخلوا لهم لي زيليمون الاخرين هذيك ماشي قريب الوغ يقريو الكوداج انفورماتيك ملي عمرهم 6 سنين يحطوا قدام اورديناتور ويكود فهمتني الوغ لي زيليف يجيريو وحدهم ليسباس
نتاعهم معناتها فما المكتب محلوله كي يقرا في اللي يحبوا مش تشد بلاستيك ما تحركش منها فهمتني ويجريوا الوقت نتاعهم يقولوا باغ اكزومبل عندك حاجه تقدها قداش يزك وقت فهمتني هو يجري الوقت نتاعو الوغ في كل كلاس فما زوج معلمين مش كيف نحن ولا في الكلاس كلاسيك فما المعلم العادي وفما كوتش يبدا يحوس ما بين لي زيليف صفة فردية باش يعاونهم كان عنده مشكلة كان حب يزيد يفهم أكثر حاجة داكوردو فما حاجة أخرى باش تزيد تصدم الأولياء في تونس ألوغ في المكتب في الصالون وقت دخلتوا الكوليج داكوردو يعلموهم الكوجينة كيفاش يطيبوا يعلموهم لوميناج كيفاش يقضيوا معناتها يغسلوا الماعون والمشحنة كل شيء والحوايج يعلموهم الخياطة يعلموهم البريكولاج علاش حاجات كي سون تري امبورطونت لعيشتهم بعد بيان سور يعطيك صحه يعطيهم لوتونومي باش يبداو مستقلين ويعرفوا كيفاش يتصرفوا في حياتهم مش امي طياب اللي يوم يتحفل الحوايج مش ما يعرفش يقلي عظمه جو سي فرش فرش وما يغسلش حوايج يعطيك الصحه يعطيك هذاك يعلموهم في المكتب شفت كيدز الوغ المكتب في الصالون الفالوريز يعطي قيمه ياسر للمهارات الفرديه الشخصيه يحكي عليهم برشا لي سوفت سكيلز ويعلم الكلينز لي سوفت سكيلز علاش خاطر المكتب في الصالون مقتنع انه هذوكم لي كومبيتونس لي بلوز يوتيل ولي بلوز دوموندي بار لي زونتربريز ابار القرايه فهمتني في الصالون العباد ما يدوبلوش ما فماش ردوبلومون داكوردو وحاجه حاجه اخيره الخدمه نتاع معلم ولا استاذ في الفالونت اكثر خدمه لا ميو بي من لي ميو بي داكوردو اكثر خدمه يخلصوا فيها العباد يخلصوا كيما بي دي جي تاع انتربريز داكوردو واصعب خدمه الكونكور كل عام باش تنجم تدخل تقري انسينيون يقدموا له 5000 ما يختاروا كان 250 معناتها هذه هي التعريف نتاع المهنه النبيله لو ميتي نوبل فريمون نوبل اوكي به والسيستم هذايا كونتريرمون على سكو بو كخواغ ماهوش ما يتكلفش برشا سي با بلو كوتو كو لي زوطخ بيي تاع لو سي دي او في اوروبا داكوردو دونك هذه شويه ريفليكسيون على السيستم الفنلندي وابري ان دياغنوستيك نتاع السيستم نتاعنا وان شاء الله هذا يعطي افكار للسياسيين في تونس باش يعملوا شويه اصلاحات يبدلوا شويه خاطر نحن في عالم قاعد يمشي بطريقه سريعه وكان انت ما تبدلش طريقتك نتاع التعليم باش تتاقلم مع الاوضاع والديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والعالم اللي قاعد يتطور هذا الكل باش تقعد ماكش موجود في لي كلاسمون وتقعد شغل باكوتي ما تبعش اوكي اي وي كيما قلت ميرسي سامي على التوضيحات هذه كلها وكيما قلت انت تونس والفنلند ماناش بعد برشا شويه من السياسيين تو نخبطوا ان شاء الله تري تري بروشينمون دونك ليتس اوكي عايش ليتس تيك ان الكترو بريك وذ ا سبانيش دانس ميوزك بروديوسر اند ساوند تراك كومبوزر داني كوربالان وهذا اخر مرسولي سيكريتس جينيراسيون ديجيتال انجوي ذا ميوزك